رجعنا لكم مشاهدينا مع فقرة المطبخ اللي الكل يحبها والكل يتنطر هذه الحلقة الجميلة المميزة مع الشيف عمر الملا والمهندس أيضا عمر الملا من مطعم فابوكا. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور والكرامة. طبعا نبي نعرف اليوم شنو بداية طبختنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء راح نبتدي راح نحضر لكم اليوم طبق جديد بالمنيو الفتنس. هو طبق أوروبي اسمه الأورنج سالمون جليز. طريقة جديدة حق تحضير السالمون. طبعا راح يكون فيه برتقال وشيء جديد كتتبيله على اساس نسوي فيها كاراميلايزيشن وراح نبل يعني راح اعطيكم شويه تفاصيل زياده واحنا قاعد نطبخ. زين طبعا انا بنشوف قاعد اشوف عمر مله في برتقال وفي بعض المغادير وتعرفنا على المغادير الموجوده ان شاء الله. السالمون او الاورنج سالمون جليز يتكون من ثلاث خلينا نقول اندفجوال ايتمز داخل الطبق. اول شيء راح يكون عندنا السالمون وبعدين راح يكون يقدم مع اللي هو السبينتش سوتي ومع ماش بوتيتو. حلو نبلش ان شاء الله. بسم الله بسم الله يلا توكل على الله. أول شيء راح نأخذ 180 جرام من السالمون. أولادي إحنا محررين طابي. طبعاً ليش شيف عمر سالمون؟ ليش ما يكون مثلاً أنواع أخرى من السالمون؟ السالمون طبعاً طبيعته يمكن هو شوية من الأسماك الطرية يعني اليوم كأنه زبدة. وبعدين السالمون وايد غني بالقيمة الغذائية. أكيد يعني اليوم هو يحتوي على الأوميجا فاتي 3 أسيدز. صحيح. من أفضل أنواع الفاتي أسيدز اللي موجودين. من أفضل أوميجا 3 صحيح. بالفعل وغير عن كذي انه هو مصدر ممتاز حق الدهون الاحاديه المشبعه اللي يعتبر من الدهون الاحاديه الغير مشبعه غير مشبعه من اكثر الدهون المفيده حق الجسم خصوصا حق الرياضيين وحق القلب ايضا صحيح اكيد اكيد. يلا نبلش متعطشين حق السلام ونحن بس ننطر شويه الزيت يحتر. ايه بسم الله. طب الحجم وزنه تقريبا 180 جرام. 180 جرام حلو. وش كيف تاخذ لها وقت شيف عمر الطبخه هذه؟ ما بين طبعا تحضير السالمون مع البرتقال محرر 10 دقائق. 10 دقائق ما راح نصيف ان شاء الله يعني عشان لا احد يقول والله تاخذ لها وقت نص ساعه ولا 20 دقيقه يعني 10 دقائق ولا شيء حتى لو خلت ربع ساعه. وجبه غنيه مفيده بالقيمه الغذائيه عدل شيف عمر. اي نعم. الحين حطينا السالمون راح نخليه شويه طبعا يغلي مع زيت الزيتون. الفكره كلها احنا مجرد ما نشوف الطبقه التحتانيه تصير بيضاء طبعا السالمون انت ما تبي تحركه وايد لانه هو طبيعه اللحم نفسه مثل الزبده. صحيح. كثره الحركه راح يخليه ينكسر. بالضبط. فاحنا ما نبي هالشيء هذا اكيد يصير. ممتاز. فراح نخليه الحين شويه. زين. طبعا ايه؟ اول ما نحط السالمون مع الغليه شويه ملح بوتاسيوم. رشة صغيرة. طبعا هذا الملح طبعا قليل صوديوم عدل. بالضبط. ومفيد اللي يعاني من الضغط والقلب واللي يعاني من السمنة انه يستخدم هالنوعية من الملح. او اللي مجزم على مرحلة تنشيف. ممتاز. مثل احنا مثل ما احنا وايد قاعد نشوف الحين. صحيح خصوصا الرياضيين يعني يدخلون في مرحلة التنشيف عشان يشاركون في بعض المسابقات الرياضية واللي تبعون نظام غذائي. ممتاز لهم هالملح. طبعا ضفنا غليم الملح شيف عمر وايضا شوية فلفل اسود. فلفل اسود. فور تيست يعني اللهم رشة صغيرة. حلو. طبعا شوف عمر هالوجبة صحية ومفيدة مثل نظام غذائي. اي نعم. حلو لان ما فيها اي دهون طبعا. بالضبط. ما فيها مخاوف. يعني اليوم نحن قاعد نتكلم على خلينا نقول من البروتين كونتنت ال 180 جرام تقريبا تحتوي على ما حوالي 70 الى 80 جرام من البروتين الصافي. صحيح. داخل هالفلي يعني مو شيء سهل ما شاء الله كميه عالم البروتين. اكيد وبنفس الوقت اجين فيها وايد فوائد مثل ما احنا قلنا قبل شوي الاوميجا فاتي 3 الفاكت ان هي فيها مونو ساتشوريتد فتعتبر وايد صحيه. يعني شوف عمر ما شاء الله عليك انت مختص دائما في الاكلات الفتنس وانت ايضا مهندس وشيف يعني شلون يعني بين الدوام وبين العمل وبين انك ايضا تطبخ تحرص على انك تقدم وجبات فتنس؟ والله امانه يعني هي مساله كلها مساله تنظيم وقت. ايضا انت رياضي هذا رياضي فتنس تحرص بالضبط يعني انا يمكن اولى اولوياتي عقب هذا كله النادي. حلو. فحلو ان الواحد يعطي كل هواياته شويه وقت. صحيح. الحين شكون راح تاخذ لها وقت شيف عمر؟ الحين راح نقلبها على الصوب الثاني. ايه. زين وشنو سر وجود البرتقال هنا نشوفها؟ البرتقال الحين راح نستخدمها. هذا لها سر هذه. ايه. نعطيها قلبه. طبعا دائما نذكر المشاهدين خصوصا بعض العنصر النسائي يخافون من البروتين يعتقدون البروتين يسبب لهم زياده في الوزن او البروتين هو من مشقات الهرمون البروتين دائما نقول مفيد للشعر. البشره الاظافر الجلد هو للصحه العامه مكمل غذائي مفيد للصحه العامه هو مكمل غذائي صحيح وبالفعل انه مفيد للصحه العامه يمكن وجهه نظر المجتمع له اكيد غلط. حلو
وانت راح نضيف هالمقادير شيف عمر؟ الحين راح مجرد الحين طبعا احنا قلبنا السالمون، لو بس الكاميرا تقدر تزوم على اللون بنشوف شلون انقلب اللون شويه ذهبي. صحيح. فهني معناه انه نضى من الاوتسايد. الحين قلبناها الصوب الثاني راح نعطيها صوبين بالضبط. راح نعطيه الحين دقيقه بعد ثانيه. حلو. على اساس انه ينضى من تحت، وراح نضيف البرتقال. الفكره من البرتقال طبعا هي السالمون الجليز، او كلمه الجليز نفسها معناها كارمليزيشن. حلو. الكارمل لما نسوي طبعا هو طريقه ايطاليه في الطبخ. اليوم نحط اللي هو مثل خلينا نقول على سبيل المثال البصل، ممكن نحط خل هذه شويه هني ونحط معاه شكر. حلو. فاحنا بال اكيد كرياضيين او كهواة فتنس ما نقدر نحط لا شكر حق الكارمليزيشن، فاستخدمنا بديل طبيعي. طبعا اليوم عصير البرتقال وايد فيه فروكتوز. حلو. طبعا هذا سر حق مشاهدين. طبعا شيف عمر على ما ينضج السلمون راح يضيف هالمقادير هذه، راح تشوفون اليوم الطبخه الجميله السريه القنيه بالقيمه الغذائيه. الحين راح نضيف البرتقال. حلو. فعندنا تقريبا كوب واحد من البرتقال. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. على السلمون. بالضبط. السر شيف عمر انك تضيف عصير البرتقال على السلمون، شنو السر في الموضوع؟ اول شيء مثل ما قلت لك احنا اليوم عشان نسوي عمليه الكارمليزيشن ما نقدر نستخدم شكر. البرتقال طبعا غير انه ما نقدر نستخدم شكر عشان الاسباب اخرى زياده في الوزن وشيء كذي. اكيد. فالفكره كلها اليوم ان احنا استخدمنا بديل طبيعي. حلو. موجود داخل حلو. بالضبط موجود داخل فاكهه. وبنفس الوقت اليوم البرتقال طبعا قريب من فيتامين سي، الطعم مالها من وايد حلو، وبعدين هو يعتبر اسيدك. صح. فالتتبيله هو يعتبر تتبيله طبيعيه. تتبيله طبيعيه. هذه الطبخه ايطاليه. الطبخه هذه طبعا هي اوروبيه وتختلف الاراء، لكن مسكت راسها بلجيكا. بلجيكا. اي نعم. حلو. يعني مو طبخه كويتيه. كلش ما لها شغل بالكويت. السالمون ما نلقى احنا بالخليج. زين. طبعا البصل متى راح نضيفه؟ البصل راح نستخدمه الحين حق شغله ثانيه. ايه. اللي هو السوتي. فاحنا الحين راح نخلي السالمون يطبخ. حلو. ونبلش؟ نبلش بالسوتي. يلا. زين ايش رايك على ما قبل ما نبلش نشوف مقادير السالمون مع بعض حق مشاهدينا؟ ان شاء الله. نشوف مع بعض. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما تعرفنا على المقادير ويحلو ريحة البصل. احنا عندنا مقولة اكل بصل وانسى اللي حصل. اول مرة اسمعها. اشرب شاي وانسى اللي جاي، واكل ثوم وانسى الهموم. انا لازم اسجلها منك هذه. راح تنزل بتويتر اليوم. احنا بننسى الهم اليوم ناكل سلمون ان شاء الله. ان شاء الله. انزين الحين راح نبتدي في السوتي مال السبانخ. اول شيء راح نحط شوية زيت زيتون بالطابق. حلو. رشة صغيرة. راح نقلل الحرارة من هني. اول شيء راح نسوي راح ناخذ طبعا شويه بصل. حلو. ورشه ثانيه. ممتاز. كم على انه ما يحتاج وايد لان احنا ما حنستخدم الا يمكن 100 جرام من السبانخ. حلو. الحكي كله وين؟ اللهم بس ينقلب اللون شويه براون. حلو. طبعا هم نخلي عيننا على السالمون. صحيح. لان مثل ما انت شايف الحين قاعد يغلي البرتقال. صحيح. هو اوريدي قاعد يطبخ السالمون. صحيح. نضيف الشبنت. راح نضيف السبينتش او السبانخ. سبانخ. يعني طبق فعلا غني بالفيتامينات والاملاح والمعادن وبالكارب ايضا وفي والبروتين. اكيد. يعني وجبه صحيه 100% ان شاء الله. هو الحلو بالسبانخ طبعا هو وايد غني بالفيتامين اي بالفيتامين كي وبالفيتامين سي بالحديد، وبعدين
فهو ناتشرال مود ستيبلايزر، يعني اليوم تقريبا هو يعطيك طاقه. احنا كلنا يطغى علينا باباي وزيتون من هوتيلات السبانخ ويكفي خلف الريج كله. احنا دائما نشتغل بذاك السبانخ تكبر سوادع. احنا لازم انت تجرب السبانخ ونشوف سوادك راح يكبرون عقب البرنامج ولا لا. راح نجرب السلم اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. زين شوف عمر، الحين بعد ما حطينا البصل وقليل من السبانخ. ايه سبانخ كبر المقدار تقريبا 100 جرام. احنا اوريدي جبنا ربطه. الربطة محاري 100 جرام. حلو. لما نحط السبانخ داخل الطابي، الفكرة إن السبانخ بسرعة يلصق، فلازم شوية نكسر. حلو. يعني لازم تداري أول بأول. بالضبط. وبعدين هي الطبخة كلها على بعضها ما تأخذ يمكن دقيقة. حلو. اللي هو السبانخ. اللي هو الساتيه مال السبانخ. حلو. وشو عندنا بعد نشوف هني شوف عمار الفلفل الأخضر هذا راح نستخدمه، عفوا الفلفل الأحمر أو الكابسيكم راح نستخدمه بس اللهم بالزينة. ديكور. حلو. شلون السلم المالنا؟ والله السلم من مثل ما انت شام ريحته. ريحته طيبه. اوكي. تقريبا نضى، فاللهم الحين رشه ملح بوتاسيوم. طبعا دائما نقول احنا ان دائما المأكولات البحريه قنيه بالاوميجا 3 اللي هو مفيد للقلب ومفيد لمن يعاني يعني من هشاشه في العظام ايضا. اكيد. ويخفض ايضا الكوليسترول الضار. مفيد يعني بالقيمة الغذائية العالية اللي هو المأكولات البحرية. وطبعا ضفنا الحين قليل من الفلفل. الفلفل الأسود. الفلفل الأسود. حطينا طبعا شيف عمر أضاف البصل، كمية بسيطة من البصل وقليل من الشبنت، 100 جرام تقريبا سبانخ، وقليل من الفلفل، وقليل أيضا من الملح اللي هو اللي يفتخر اللي هو ريديوس صوديوم انكريس بوتاسيوم. حلو. دائما خلال برنامج الصباح اليوم نحرص نقدم الوجبات اللي فيها قيمة غذائية عالية وبنفس الوقت فيها فوائد صحية وما تسبب أي زيادة في الوزن. احنا الحين في 2013 وقاعد نشوف الكل يعاني من السمنه يا شيف عمر. والله في احصائيه ضيق الخلق طلعت بال 2013 اللي تقريبا قبل شهر. هي. قالت ان الكويت اعلى دوله عالميا في الاوبيسيتي او هو زياده الوزن. لا انا بضيف عليها المعلومه ان الكويت حصلت على المركز الاول على امريكا في السمنه. الله. اي اخذنا المركز الاول الجدار، هذا اللي احنا فعلا تفوقنا فيه، يعني مو ناطحات سحاب، لا تفوقنا احنا بالسمنه على امريكا. حسافه ان احنا تفوقنا عليهم بهالشغله، ان شاء الله تفوق عليهم طبخ الفتنس. ان شاء الله يا رب. نتمنى الكل يكون عنده ثقافه تغذويه ورياضيه ونبتعد عن الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه اللي ما فيها اي قيمه غذائيه يا رب. خلصنا الحين. لا حد يرفع نفسه يقول لك كبشوت الناس حبتها. اي لا 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 مثل هذا يخافون ما يدافعون الديوانيه. زين الحين السبنج خلصناه فشلناه على صوب وحطيناه على البيس. رد مره ثانيه على السالمون، احنا قاعد نشوف شلون لونه البرتقال قاعد يغلي. لما نوصل حق اخر يعني خلينا نقول تقريبا نص الكوب مال البرتقال. نعم. اوريدي تبخر. صح. فالفكره كلها ان احنا بس شويه نبي نحط. ممتاز. قاعد يشوفون مشاهدينا العصير نفسه فوق السالمون. حلو. مثل ما انتم شايفين طبعا احنا لما طبخناه اول شيء مع زيت الزيتون الجوانب هم اللي نضوا، الحين قاعد نشوف من داخل الكراست نفسه قاعد يصير ابيض، فهو قاعد يستوي بس من الغليه. فانت عشان شيء قاعد تاخذ من الجوانب وتنزل عليه عدل. بالضبط. حلو. فراح نخليه الحين بعد شويه. تمام. وطبعا الفواكه البحريه بطبيعتها يعني طبخها ما ياخذ وقت. لا عكس اللحم. وخصوصا السالمون، يعني السالمون مثل ما قلت لك هي من الاسماك القويه والمفيده. وايد طري اللحم مال السالمون، بعدين السالمون هي تاكله دي، يعني انت اليوم شفت مطاعم يابانيه السالمون الساشيمي والسوشيز كلهم يستخدمون السالمون يكون ني. انا مره كان يعني في اثناء كنت نعطي محاضره عن التغذيه فبعض الشباب سالوني قالوا لي كابتن ايش معنى اضيف السالمون؟ قلت اساله الدب. لان الدب يعني اكلته المفضله. يعني اكلته المفضله هو السلمون، لان السلمون فعلا عنده قوه مو طبيعيه، يمشي عكس التيار سبحان الله، يمتاز بقوه فبالك لما انت تاكله وتستفيد من هذه القيمه الغذائيه. اكيد. احنا نقول يا مشاهدينا حتى اولياء الامور علموا عيالكم اليوم ان يقللون من الوجبات السريعه وعلموهم السمك. للاسف اليوم شيف عمر نشوف بعض ربات البيوت ان الولد لما يشوف الوالده مسوي مشوي سمك ولا سمك مشوي يكش ما احب ريحه الزفر. ايه او هذا في عظام يمه، هذا اخذ نظام الدلع في عظام. شوف امانه يعني يمكن في اسماك معينه الزفره فيها نسبه وايد خفيفه، السالمون يعني او يمكن حتى الهامور نفس الطريقه. صحيح. طبيعتهم يعني اليوم السالمون التونه الهامور كلهم مثل ما انت تفضلت وقلت غنيين بالاوميجا 3 ما فيهم ذاك الاصفره نفس غيرهم الاسماك. صحيح. و
وبنفس الوقت طبعا في شغله بس حبيت ان اقولها بخصوص الطبق هذا، لما نيجي نحط الفلي مال السالمة نحرص انه ما يكون فيه يلد. ها حلو، ما يكون فيه ما نحتاج ممتاز. اليلد في هذا لانه طبعا اليلد هو الاصفاره كلها صحيح مال السالمون. ها لما تخلص من الجلد تخلص من الاصفاره بالضبط. تمام، يعني معلوماتك ونصائحك دائما احنا نستفيد منها. شو العمر، ايش رايك شو مغادر السبانخ؟ عمر عشان كبل يبي يكبر سواعده. توكل، خلينا نشوف مغادر السبانخ مع بعض حق مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا ومع شيفنا المميز عمر الملا اللي ما يقصر دائما، يعني يقدم الوجبات الصحيه والمفيده خصوصا لمن يتبع نظام غذائي، وخصوصا وجباته لمن يحب يتبع نظام غذائي صحي رياضي بعيد عن السمنه والكوليسترول وامراض السكر، خصوصا امراض العصر يعني نسمع فيها بكثره. شيف عمر، وين وصلنا بالسلمون؟ السالمون تقريبا خلصت، الحين وصلنا حق اخر القليه. طبعا الحين راح تلاحظون لو بس الكاميرا تدش على السالمون البرتقال تقريبا كله نضج، انت قاعد تشم الريحه شلون قاعد تصير. الحين راح يبتدي يتكون طبقه الكراميل على نهايه الغليه، فراح تكون طبقه لونها تقريبا شويه بني. حلو، راح نحتاج يمكن بعد دقيقه. حلو، يعني ما راح تاخذ يعني اكثر من 20 دقيقه شيف عمر يعني ماكسيمم. صحيح، طبعا هو اكيد يعتمد على حسب الحراره، الحراره مالت الستوف نفسه. شوف عمر هالوجبه ايش كثر تقريبا فيها سعرات حراريه اكمالي؟ والله امانه ما حسيت، بس اذا اليوم احنا نتكلم على السالمون سعراته الحراريه عاليه بالمقارنه، لكن كقيمه غذائيه كذلك وايد عالي. الفكره كلها ان اليوم لما تيجي تاكل طبق سعراته حراريه عاليه نفس السالمون ما قاعد تاكل امتي كالوريز او كالوريز فاضيه، قاعد تاكل كالوريز قيمتها الغذائيه وايد عاليه وايد مفيده. لو احنا دائما نقدر نحسب الكالوري عن طريق البروتين، كل جرام بروتين في اربع ساعات حراريه تضرب الناتج الأربعة في ساعات حرارية يطلع لك الناتج. إذا راح نضرب أربعة في 80 يعني مثلا إذا 8 جرام بروتين أربعة في 80 يطلع لك الناتج الكالوري فقط من البروتين، هذا غير عن نسبة الدهون وغير عن نسبة الكارب. يعني 360 خلينا نقول تقريبا 360 وإن كان 400 فهو غير مضر، بالعكس مفيد ومغذي. أوكي. ريحة البرتقال جدا. الحين لو بس الكاميرا تقدر تدش، قاعد نشوف الحين اللون الكاميرا قاعد تدش وقاعد تتلذذ أصلا. أوكي أنا أوكي تمام. قاعد نشوف الحين اللون البني قاعد يظهر، فهذه هي طبقة الكراميل أو الجليز نفسه مال السالمون اللي هو سمينا عليه الصحن، فاحنا نبي الجليز يكون اون توب. حلو. طبعا نذكر مشاهدينا أن الطبق ما راح ياخذ وما أخذ أكثر من 20 دقيقة، وهذه اللمسات الأخيرة فقط أن السلمون ينضج من الجوانب وبعدين نبلش نضرب بالخمس إن شاء الله. أنت شايف الحين اللون المو طبيعي اللي قاعد يصير؟ صحيح. لا انا بصراحه ما جربت ان السلمون او طريقه البرتقال يضاف على السلمون يعني يكون بديل عن البهارات. امانه يعني انا من معزتي لكم الطبق هذا وايد جديد، للحين انا ما سويت له لونش رسمي عندي في المطعم، كانت كتجربه اول مره اقدمه او اراوي حق احد، هو طبعا اكيد عن طريق برنامجنا. ونذكر مشاهدينا ان الشيف عمر الملا يعني مطعم فابوكا اللي حاب يتعرف على هذه الاكلات يزور مطعم فابوكا في السالميه، يتعرف على الاكلات الصحيه والاكلات الفتنس. يستاهل شيف عمر، تستاهل الطيب سالم. اوكي الحين احنا خلصنا، خالصين هذه اللمسات الاخيره. عاد انا ما قاوم السمك، معروف عنك كونك انت بعد حداك سالم، حداك زفر. اي بس انه عاد هالطبق هذا كلش ما له شغل بالاصفره انت متعود عليها. صحيح، اصفرتنا اليوم اوروبيه. هذه اصفره حضريه. اوكي خلينا نوخر الحين هذا. اطمئن عمر، شكرا. بس تبي نعدل الحين الصحن. طبعا قاعد اشوف الفلفل الاحمر عندك، وعندك البطاطا المهروسه والسبانخ. الله
انا ودي اعزم مشاهدينا خصوصا الرياضيين الحين اللي اشتغلت عندهم الغدد اللعابيه الحين ها الرياضيين الحين قاموا يبون اللي مسوي دايت الحين انا لا ادري شي كان جبت معي السالمون وصفتها عندكم هني انا ما يبنى الا ثني واحد احنا يكفي ان اليوم وجودك معنا ويكفي ان نعرف مشاهدينا على الطبقات الصحيه اللي تحتوي على قيمه غذائيه مثل ما انتم شايفين السلمون الغني بالبروتين والسبانخ ايضا غني بالفيتامينات والمعادن والبطاطس المهروسه هنا موجوده غنيه البوتاسيوم والفلفل الاحمر الغني ايضا فيتامين سي يعني وجبه متكامله ان شاء الله جميلة. ان شاء الله تكون متكامله اساعدك بشيء شيخ عمر اي بس كنا محتاجين كلينكس عشان بس شويه ننظف ايه. هني الجليز حلو حنجيب لك الحين اوكي نضيف الحين راح نضيف ال اللي هو الماش بوتيتو حلو اساعدك ايه بس لا تمسك المولدر او القالب اوكي طبعا المولدر هذا موجود في الجمعيات وهو ما يقارب ال 100 جرام من الماش بوتيتو حلو احنا اوريدي حطينا الانجريدينتس بس اذكر المشاهدين فيه طبعا احنا راح نستخدم اليوم ماش اكيد بطاط مفيوح وحليب خلينا نجيب لك كيك من ايش لو سمحت في الادراج تحت الله معدتنا منى ما تقصر بصراحه ايه في شيء يمزح لنا فيهم الخير والبركه تبي كذي شيف عمر بالضبط المولدر خلصنا منه ما شاء الله اطلع حلقه بروحي اصور انا لازم الحين اعلمك على الطباخ الاوروبي مال الفتنس اوكي يلا طبعا نضفنا الحين الماك بوتيتو احنا طبعا خالصين تقريبا عدل شوف عمر خالصين حلو بس كاخر لمسات شوف اللمسات الاخيره مشاهدينا بعد ما اضفنا بوتيتو والسبانخ اي عمر تبي نعدل بس شويه هني بالسبانش طبعا دقيق ما شاء الله عليك لحظة يعني انا امانة لما ما اكون قاعد اطبخ بمطبخي مو متعود انت ايضا تقدم ايضا بنفسك الوجبات عدل شيف عمر تحرص مرات تكون في المطبخ تقدم انك تقدم طبق مميز حق بعض الزباين اللي عندك في انا يعني هم نشتغل بير ريكوست ان في ناس اليوم يتكلمون يقولون والله احنا نبي كذي ونبي كذاك فنقدر نفصل لهم على حسب احتياجاتهم حلو طبعا ذكر مشاهدنا ضفنا الفلفل الاحمر الفلفل طبعا الكابسيكم بس اللهم كشويه زينه حلو الفلفل الاحمر البارد بالضبط حلو وهذا طبقنا خالص هذا شيء طبقنا خالص نذكر طبق مشاهدينا الطبق الشيف عمر اللي هو الاورنج كلي سالمون 200 جرام من السالمون مطبوخ في عصير البرتقال سوتي السبانخ و ماش بوتيتو محضر مع اللي هو زيت الزيتون وحليب خالي الدسم حلو الحين تعرفنا على الطبق ونذكر مشاهدينا هذا الطبق هو صحي ما يسبب اي زياده في الوزن وكل الشكر الشيف عمر مله وايضا المهندس عمر مله على وجودك اليوم معانا نبي نذكر المشاهدين اللي حاب يتواصل يتعرف على طبخاتك. اللي حاب انه يشوف طريقه تحضير السالمون ممكن اليوم يدش على قناتي في اليوتيوب فابوكا باي عمر المله او يقدر يتواصل معي عن طريق الانستغرام في اكونت المطعم اللي هو @فابوكا ان شاء الله الجماعه في الكنترول يحطون الحين. ويكفي انك انت ذكرته وهذه فرصه حق اخواننا المشاهدين حابين يتعرفون على الطبخات الصحيه يدخلون موقع او حساب فابوكا يتعرفون على هذه الطبخات خلونا مشاهدينا بعد السالمون ناخذ فاصل نضرب بالخمسه.